عاد يطلبني كليون ولا تطلبني كليون تقول لي باش نركب كليماتيزور بقداش؟ معناها بقداش؟ قول لها مدام وين تسكن؟ تقول لي انت علاش تسال فيا وين تسكن؟ يا مدام ولا يا خويا، راني كي نقول لك انت وين تسكن باش نحدد انا وين نجم نجيك بالضبط. نقطة ثانية، من خلال العنوان او الكيلومتراج باش نعمله انا محدد قداش يساعدك ولا يساعد ما يساعدنيش. والحاجة الثانية حاجة، راني واي صناعي يحترم روحه ما يعطيش، معناها ما يحددش الاتعاب نتاعو عن بعد هكايا قداش تركب كليماتيزور. فما كليماتيزور يركب في نص ساعة، فما كليماتيزور يركب في ساعتين، فما كليماتيزور حيت تحجر، فما كليماتيزور حيت يجور، فما كليماتيزور تتطلق، يعني فما كليماتيزور يركب سيبور ماتريال. معناها دونك بربي الناس اللي غالب عليهم ما هما السنس وكلمة بري، حتى تحط له التصويرة بتاعي أنا يقول لي بري سيل فوبلي، يعني ما فهمتش معناها الناس تخمم بالقاخة ولا تخمم بحاجة أخرى، يعني سامحوني تخمم بروسها، تخمم بساقيها، تحط تصويرتي مع مصالح في كلمة زور، يقول لي بري سيل فوبلي، زعما يسبلوا فينا ولا مرض. ولذا بربي يفك علينا من حاله، ترتخيوا شوية بمستواكم، راكم عملتوا العار يا بعض التوانسة، نقول بعض التوانسة من عمامش مع بعض التنسيب، راكم عملتوا العار بالبهامة متاعكم. سامحوني كلمة كاسحة أما يلزمني نقولها، ما نجمش ما نقولهاش، لأني كي نحط تصويرتي وأنا صالح في كليماتيزور وتقول لي بلي سيل فوبلي وتتكرر برشا مرات عند برشا عباد مش عند واحد برك، فما حاجة هنا، معناها فما مرض لهنا، معناها واحد شنو يلزمو يعمل؟ يطيش الويفي ويطيش التليفون ويرجع التليفون الو خطيك، راك ماكش تاع انترنت برا، شوف حاجه اخرى، اعمل حاجه اخرى، خلي ولادك يتكلموا، خلي عباد تتكلم، خلي كذا. انت سي وصلت للستاج الاخراني، مادام تشوف في تصويرك راكب في كيمازور وتقول لي بلي سيل فوبلي، معناها انا ننصحك الويفي قصه وكل مودام هذاك طيشه من البرطمان ولا من البركون ولا من الشباك، وارجع فهمت شو لا بالتليفون الو باش هكا تحصل على ولدك ولا بنتك ولا اخوك ولا اختك ولا من عشنو باش تعيط عليهم وتعيد لهم عيدكم مبارك. واضح؟